الأشخاص النرجسيين بارعون في الحب في بدايته. الشخص النرجسي ده هو الشخص الأناني اللي دايما بيفكر في نفسه، اللي دايما شايف إن الناس موجودة في حياته هي مجرد هوى، وإن محدش ليه دور، وإن محدش ليه قيمة، وإن هو عايز يعمل كل الاهتمام ده متمركز حول ذاته هو. هو بس اللي الناس تهتم بيه، هو بس اللي الناس تحبه، هو الناس بس اللي الناس تقول له كلام جميل، هو بس اللي الناس تفخم وتعظم وتمجد فيه. ومقابل ده الناحية التانية هو ما بيعرفش يدي حد مشاعر، ما بيعرفش يدي حد اهتمام، ما بيعرفش يدي مشاعر. يعني هو بيبقى جواه مشاعر تجاه بعض الأشخاص، لكن ما عندوش القدرة إنه يترجمها كلام، ولا هو اساسا عنده منطقه الاحساس دي ممكن تكون ما بيعرفش. في فرق بين حد عنده مشاعر بس مستخسرها في الطرف الثاني، هو شايف ان المشاعر دي ليه هو بس، ان محدش ياخد مشاعر غيري انا. حتى لما بيدخل اي مكان ولو الناس ما اهتمتش بيه في المكان ده يزعل ويغضب، بيعمل اي حركات لا اراديه عشان يلفت انتباه الناس ليه وهو موجود في اي مكان. عايز الناس تشكر في لبسه، في شكله، في طريقته، في اسلوبه. لا يقبل النقد، محدش ينقضه نهائي، محدش يقول له انت كذا. لا يقبل الرأي والمشورة والرأي الآخر، هو شايف انه طول الوقت صح. انا صح، انا اللي اقول رأيي، محدش يقول الناس اللي حواليا دي ما بتفهمش زيي. محدش ينقضني، اللي انا عايز انفذه انا بنفذه. بيكون عنده في العلاقات، هو انسان فاشل في الحب، فاشل لان الحب ده احنا زي ما اتفقنا ان هو مشاعر، مشاعر قصاد مشاعر واهتمام قصاد اهتمام. هو ياخد بس ما يعرفش يدي. يعني هو ياخد ويطلب من الناس ان هي تهتم بيه، ويطلب من الناس ان هي تحبه، بس لما يجي يدي ده للناس هو ما بيديش حاجه، زيرو. فدايما الطرف اللي بيبقى معاه في علاقه بيبقى طرف مظلوم.